السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نشرح برنامج ميموري كلينر. هذا البرنامج يقوم بتنظيف ذاكرة الحاسوب تلقائيا. سوف نقوم الآن بتنزيله. إذا صعد ويندوز ناو، أنا قمت بتنزيله قبل ذلك. سوف أضع رابط التحميل أسفل الفيديو. بعد ما تم تنزيله، هذا هو ملف setup.exe. نقوم بفتحه. نضع هل ترغب في سماع برنامج بجهة التغيير على هذا الكمبيوتر؟ ندعس نعم. هنا بقول لك هل تنزيل هذا الفيرجن الثاني؟ نقوم بدعس على نعم. هنا هذه هي شروط البرنامج. نقوم بدعس على قبول. سوف أقوم الآن بتنزيله وتنصيبه. هنا يقول لك أنه هل تريد وضع أيقونة هذا البرنامج على سطح المكتب؟ نضع نعم. تم إنزال هذه الأيقونة. هنا بقول لك إذا دعست على يس سوف ننزل لك التحديث الجديد. إذا دعست لا يعني طنش التحديث الجديد. ندعس لا، سوف يقوم الآن بفتح هذا البرنامج. هذه هي شاشة البرنامج. طبعا هذا هو إيش، هي بعمل لك إيش عملية اللي هي تنظيف. هنا ندعس كلين سيستم كاتش. طبعا إذا فتحت البرنامج ضلك ندعس كلين سيستم كاتش. طيب نروح نعمل نخليه يشتغل تلقائي لحاله. نروح على أوبشن، عندك 6 خيارات. الخيار هذا يقول لك إنه إيش، عندما يوصل لثمانية في المية هو يوقف عملية التايم بروسيس. هنا عندك كلين سيستم كاتش، هو يعمل لما يوصل لثمانية في المية يوقف إنه إيش عملية اللي هي تنظيف الذاكرة. طبعا إذا تحط هنا خيار تحط هنا بمتكاش أنا ما بمشي وقتها. طيب هنا التريم بروسيس إنه كل خمس دقايق عمل لي إيش، هو إيش تنظيف. حط هنا. هنا كلين كاتش، الكاتش مما هي كل 5 دقايق عمل لي إيش تنظيف. طيب هنا إيش بقولك، ستارت ميموري كلين ويز ويندوز. لما يبدأ عملية فتح الويندوز يبدأ تشغيل هذا البرنامج. دونت الخيار هذا دونت ران ميموري كلين ان ذا باك جراوند، يعني ما تخلوش يشتغل في الباك جراوند. وانا بنصحش انه نعمل عليه خيار، لانه هذا ايش مش هيشتغل ومش هتشوفه. فانا بس ابعد ويعني وبنصحكم مش فيه. هذا بالنسبة لفكرة عمل البرنامج. لا تنسوا الاشتراك في القناة ووضع لايك على هذا الفيديو. السلام عليكم.